السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشغف ناس بتقول كتير يعني إن موضوع إنك تشتغل حاجة أنت بتحبها جدا وشغوف بيها ويعني مستمتع وحضرتك بتعملها ده ليه الأولوية وإنك لازم تجري ورا شغفك. الحاجة التانية في ناس بتقول ان مفيش حاجة اسمها شغف وفضكوا سيرة من الوهم اللي انتوا عايشين فيه ده وكل يا ابني واجري يا ابني ورا اكل عيشك وسيبك من خرافة الشغف ده واي حاجة وانت المهم ان انت تجري ورا اكل عيشك. طيب الحل الشباب يختاروا ازاي، هل ده ولا ده؟ في الحقيقة ده الاختيار بيعتمد على الشخص نفسه، بمعنى في ناس تمتلك حرية الاختيار، يعني عنده رفاهية الاختيار انه يختار. يعني مثلا واحد في اوروبا، المواطن الاوروبي، المواطن الامريكي، المواطن الياباني، الناس دي خلونا نتكلم بمنتهى الوضوح مجتمعات دول عالم، زي ما بيسموا نفسهم دول عالم اول، علميا وحضاريا وماديا ورفاهية وحاجات كتير. فطبعا الناس هناك لما عملوا التكست بوكس بتاعت التنمية الذاتية والتنمية البشرية والعمل المحاضرات والكلام ده كانت بيتم تطويعها على المجتمع، بتتم الأبحاث على المجتمع، بيتم الشغل على المجتمع. فبالتالي انا لما اجي اخد الكتب دي واخد المحاضرات دي وابدا اشتغل بيها على السوسايتي العربي اللي عنده تحديات كتيره جدا وصعبه، تحديات ماديه، تحديات اجتماعيه، تحديات صحيه، تحديات نفسيه، يعني حاجات كتيره جدا، مشاكل بتقابل وتحديات تعليميه، فعنده مشاكل كتيره جدا. واجي انا انقل له من بره اقول له تعالى بقى اجري ورا شغفك، لازم يو شود فايت، اجري ورا شغفك، حارب انك توصل لشغفك عشان تزهر وعشان تنتج وعشان تبدع. طول ما انت شغال شغلانة ما بتحبهاش، بتروح كل يوم الشغل وانت ما بتحبش الشغل، اذا انت لن تبدع، هتفضل مكانك. اتحرك، الشجرة بتتحرك. المهم انت مش شجرة، الشغل اللي انتوا عارفينه ده كله واللي هو اصلا موجود في كتب بره فعلا وبيحضروا بيه، وفعلا الناس في اوروبا من وجهة نظري، يعني انا بتكلم بعد 13 سنة مش محكي ليا، اللي انا بشوفه ان هم بيجروا ورا شغفهم وعندهم رفاهية الاختيار. يكلم الناس في مصر عن الشغف ده في وجهة نظري خطأ جثيم، يعني ما لا يصلح ان اناقش بيه المجتمع العربي. طيب ايه الفكرة، ايه المشكلة؟ طبعا انا بشوف التحديات، اي واحد بيقيم نفسه، انت موجود في تحدي معين، يعني مثلا انت راجل مع احترامي، الحالة المادية بتاعتك عاملة ازاي؟ هل ممكن انا هدور على شغفي واجري ورا شغفي وانفست ان اوصل لشغفي وانا محتاج اكل وشرب ولبس ومحتاج عندي نفقة اسرة مثلا بجري عليها، او محتاج مثلا اتزوج واعف نفسي، ايه هي اولوياتي انا؟ هل الاولويات دي تأتي قبل الشغف فوق من الشغف ام تأتي بعد الشغف؟ هل ممكن ان افضل اجري ورا شغفي اللي هو اصلا لا يؤمن لي حياة كريمة؟ هل ممكن اقعد اجري؟ هل انا عندي في الوطن العربي رفاهية الاختيار؟ يعني من اول ما نقول أسرة متوسطة أو حتى فوق متوسطة وما تحت، الشريحة اللي عندها رفاهية الاختيار في مصر شريحة ضعيفة، شريحة بسيطة، مش شريحة كبيرة، الغالبية ما عندوش الرفاهية دي. فبالتالي ما ينفعش أعيش مجتمع بحجم المجتمعات العربية وأقعد أعيشه في وهم اجري ورا شغفك، اسعى لشغفك، هات شغفك، اشتغل في حاجة بتحبها وما إلى ذلك، وهو عنده حاجات محتاجها وليها أولوية، بالتالي هيضيع عمره في طريق ممكن ما يوصلوش لحاجة. فبالتالي لازم يكون عندنا فكرة، طيب أنا أفكر إزاي؟ طب إيه الحل؟
اجري ورا شغفي ولا اجري ورا اللي انا محتاجه؟ فدي الفكرة. انا دلوقتي بشوف بعد تخرجي انا ايه احتياجاتي، بقدم مثلا في مجال دراستي، بقدم في شغل في الحتة اللي نفسك تشتغل فيها، مجال شغل، ووجدت ان في شغل في نقطة تانية خالص، في حتة تانية خالص، في منطقة هتأمن ليا فلوس في الوقت الحالي، هروح بكرة اشتغل وابدأ يجي لي فلوس. دي بتكون عند ناس كتيرة جدا أولوية، في شباب وفي بنات بتكون الأولوية عندها إنه عايز يعمل يعف نفسه وعايز يتزوج وعايز يبني أسرة، فبالتالي ممكن الشغف لو جري ورا الشغف ممكن ياخد معاه سنوات ما يجيش، ما عندوش الرفاهية دي. وفي نفس الوقت ممكن واحد أبوه ما شاء الله وعنده دخل مادي كبير وعنده الأسرة ما شاء الله أسرة ميسورة، فبالتالي بيقول له يا حبيبي عندك الشركة هنا اشتغل فيها، أبعتك شركة البترول، عمه هناك ممكن يعينك هناك، ممكن أدخلك أكاديمية الشرطة. عنده الرفاهية دي إنه يختار ما بين حاجات كتيرة، فعنده ده. لكن الفئة الأكثرية ما عندهاش الرفاهية دي، فبالتالي ما ينفعش أجري بالمجمل ورا موضوع الشغف. طيب نعمل، طب احنا ننسف موضوع الشغف، ننسفه ولا نمشي الاتنين مع بعض؟ صعب ان احنا نمشي الاتنين مع بعض، الموضوع مش بسهولة. اولوية المرحلة مطلوب فلوس، فالتركيز هنا ما عنديش رفاهية الاختيار ان اقعد استنى بقى شهر في التاني في التالت وارمي هنا وارمي هنا وارمي هنا وداني قاعد في البيت مستني، الرفاهية دي مش موجودة. هيشيلوني ابويا وامي رحمه الله عليها، هيروح رميني في الشارع. اقول لك هو احنا كنا بنتخرج عشان تقعد تستنى شغفك؟ طب وشغفك ان ما جاش؟ ثانيا ايه ضمنك اصلا ان ده شغفك الرئيسي اصلا؟ يعني ايه ضمنك انك لما تشتغل فيه تبدع فيه اصلا؟ ما ممكن تشتغل فيه وزيك زي الباقيين عادي جدا يعني. فرفاهيه الاختيار دي ما كانتش موجوده، ودي الحمد لله نعمه من ربنا ان ما عنديش الرفاهيه دي، ولا عندي العم ولا الخال ولا الواسطه ولا الكلام ده اللي يساعد ان انا اروح في اي حته. فبالتالي كان قدامي طريق واحد، ايه اسهل طريق ممكن التحق بيه واشتغل فيه يامن ليا ملبس وماكل ومشرب وان انا اعيش واحوش شويه فلوس عشان اتزوج واعف نفسي. يعني كانت الخلاصه. فساعتها كنت بجري في هذا الاتجاه، دخلت سنة في التانية وكنت عيني بتابع المنح الدراسية، يبقى كده حتة الشغف اهو ما راحتش في بالي، حتة ان انا عايز اروح للحتة اللي انا بحبها او الحتة اللي انا عايز اشتغل فيها موجودة. فبالتالي بدأت برضو اسعى وادور وسجلت تمهيدي، وما رضيتش اروح التمهيدي لان لو ذاكرت تمهيدي وانا وانا عندي تارجت وعندي مندوبين، وطبعا اترقيت سينيور وبعد كده فيلد فورس سوبرفايزر، الموضوع كان كبر معايا، فبالتالي لو رحت للتمهيدي كنت هأثر على المستوى اللي انا كنت ماشي فيه في شركات الأدوية. فبالتالي كان الموضوع بالنسبة لي اهم شيء أأمن فلوس. فلما جيت تمهيدي ما دخلتش امتحانات السنة الأولى، ما انا ما جاليش اوبورتيونيتي هشتغل بيها اذا لم انتفع من الماجستير، من الباتشلر بتاعي، من البكالوريوس، اذا لم تنتفع من البكالوريوس فلماذا الماجستير والدكتوراه؟ ليه؟ انا وجدت ان ناس كتير جدا بتروح لانه لم يجد شغل، يروح رايح عامل ماجستير وعامل دكتوراه ودافع من فلوسه وقاهر نفسه. طب ليه؟ يقول لك اصل دي هتزود لي الفرص. انا بقول لحضرتك ما بتزودش الفرص، انا بقول لحضرتك ما بتزودش الفرص، انت متخيل ده؟ الا اذا كان بقى عندك حد قال لك خد لي دي وتعالى لي وانا هاخدك، دي قصة تانية. لكن في الغالبية لا طبعا، الماجستير قاعدين في الشارع، الدكتوراه غالبيتهم قاعدين في الشارع، ده حاجة يعني قاعد بدكتوراه عادي، قاعد بماجستير عادي جدا، دي ما فيش فيها اشكالية يعني، قاعد بالبكالوريوس عادي ما فيش فيها اشكاليه يعني، ده هيقعد وده هيقعد ويقعدوا جنب بعض، دي ما فيش فيها مشكله. فلذلك دايما اقول ليه اروح اضخ فلوس واضخ حاجات كتيره جدا في اتجاه حتى لو هو الباشن بتاعي بس ما بيأمنليش مصدر دخل،
ما بيأمنليش مصدر دخل، والمشكلة ان في شباب بيروحوا سايبين الشغل اللي بيجيب لهم فلوس هم محتاجينها ويروحوا على الماجستير يعانوا يعانوا يعانوا، بعد ما بيتخرجوا ما بيجدوش الفرصة اللي كانوا فيها اصلا. ماشي، فبالتالي لازم انا اقيم نفسي صح. طيب الاوبورتيونيتيز اللي انت بتمشي فيها وهي من غير شغفك، مفيش تجربة هتاخدها غير لما هتضيف ليك. يعني انت متخيل ان انت ما بتجريش في اتجاه شغفك، انت بتخسر اطلاقا اطلاقا. الست 7 سنوات اللي انا عايز اقول فيهم، انت بنقول لك وقف شغفك، او لقيت شغفك اشتغل، ما لقيتش اشتغل، اشتغل في حاجة تانية مفيش مشكلة، اشتغل، المهم انك تشتغل، ده مهم جدا. اي شغلانة بتشتغلها بتضيف ليك، فلازم نكون واقعيين ونفكر بواقعية وعلى ارض ثابتة، مش كلام تنمية بشرية ومش كلام واحد يطلع يقولك، لان دي عمر وعمر بيضيع للأسف الشديد. في ناس ضاع منها سنة واتنين وتلاتة وتباكوا على ذلك وقال لك يا ريتنا كان حد قال لنا. فالاوبورتيونيتي اللي بتظهر دي لازم لازم نقتنص. نفسك انك فاكر انه في تراك واحد، انت هتدور بعد كده الشغف فين بالظبط، وكل ما هتاخد وقت كل ما هتتعلم عن نفسك كتير وهتعرف تقيم نفسك اكتر. طيب انا بقى، في ناس تقول لك انا ما عنديش شغف، انا تايه، انا مش عارف اقيم نفسي، انا مش فاهم امشي في اي اتجاه. ده شيء عادي، ما فيش مشكلة. انت ممكن تفضل تايه. يعني انا بقابل ناس في الماجستير هنا في فنلند والولد لسه بيدور، يعني بيدور يحط نفسه فين، ممكن يشتغل سنة في الماجستير وما يعجبوش يروح حتة تانية يدور فيها، لسه ما لجأ. ده حاجة عادية ما فيش مشكلة. انت لم تجد اين تثمر، اين لم تجد ان تحط مهاراتك هتفيدك فين. طيب الفكرة هنا اعملها ازاي، قولوا لي اكتبوا لي اعملها ازاي وانا تايه وانا مش عارف وانا اجي اقيم ازاي، طب اروح ازاي للمجال ده. فدي في زي ما نقول كده 4 سيركلز مهمين جدا. طيب الموديل ده موديل حد حطه، حد ياباني، وهو موديل مهم جدا، ما ينفعش حد ما يعرفوش. يعني ما ينفعش ان انت ما تعرفش الموديل ده، لان على هذا الاساس انت بتكمل حياتك، فلازم تبقى فاهم انت بتحط ازاي. الموديل بيقول ان انت لازم، هو مبني لازم على التقييم، فانت عارف يو ار جود ات، انت شاطر في ايه، ايه المهارات اللي عندك قويه انت عارفها شايف ان هي كويسه جدا والمهارات دي هتفيدك. فدي لازم تبقى انت عارف نفسك كويس. دي سيركل من ال4 سيركلز. حلو كده. السيركل الثانيه الا وهي السوق محتاج ايه، الفلوس رايحه فين، العالم متجه لفين. فلازم السيركل التانية تحط ده العالم متجه مثلا، محتاجين الطب، العالم متجه للبرمجة، الـ AI Artificial Intelligence، الكمبيوتر ساينس، العالم متجه في الحتة دي. فدي دايرة من الدوائر. يبقى انا good at، الفيوتشر رايح لفين، الماني هيجي اللي هم بيدفعوا، الفيوتشر رايح فين وهو بيدفع كويس قوي. طيب في حتة مهمة جدا الا وهي، طيب الرسالة، انا راجل كمسلم او يعني، فانا عندي رسالة في الحياة عايز اؤديها، هل انا لو لقيت حاجة بتجيب فلوس كويسة وانا بروفيشنال في الحتة دي، هل كده انا اروح اشتغل فيها ولا بس هي حرام؟ دي فكرة. طب ما انا ممكن طب ما ممكن الاقي وظيفة حلوة جدا، بس مع احترامي مثلا انا هعمل اكل، بس طبعا اكل، وهقدم مثلا مشروبات كحولية ومش عارف ايه. طب ما ينفعش اختار في حاجة انا شايف فيها حرمانية، يعني انا شايف ان ده هيوديني في طريق هيبقى فيه حرمانية. فبالتالي السيركل دي اللي هي المبادئ، الرسالة بتاعتك لازم تكون احد
السيركل، السيركل الاخيره الحاجه اللي انت بتحبها، يبقى انت جود ات الفيوتشر والمستقبل والفلوس راحه لفين. بس مش ده معناه ان انا بجبرك انك تمشي حسب، لا انا بقول لك والله انا وجهه نظري لو انا هفكر بفكر كذا وكذا وكذا، لكن عمري ما بقول لحد امشي زي اللي انا بقول. وان شاء الله بناء على قولوا لنا الجمعه ولا لا، لو اليوم الجمعه انتم مبسوطين يبقى ان شاء الله اكتبوا لنا، الله يكرمكم. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.